أسس القبرصي التركي حسن مع صديقه القبرصي اليوناني أليكساندروس في العام 2017 شركة كوليف أويل، وهي من الشركات الناشئة القليلة التي تضم عاملين من الجانبين القبرصيين، ومقرها في المنطقة العازلة في نيكوسيا آخر عاصمة مقسمة في العالم. تحاول كوليف أويل الدفع قدما بعملية السلام في قبرص من خلال هدف مشترك يشكل ركيزة لمجتمعين، وهو زيت الزيتون. لا تزال عقبات كثيرة تعترض عمل كوليف أويل، ففي غياب الإطار التشريعي اللازم لتسجيل مؤسسة تنتمي إلى المجموعتين القبرصيتين في آن معا، تملك الشركة الناشئة هويتين منفصلتين لناحية الحسابات المصرفية والأرقام الهاتفية والعنوان، وبالتالي تشتري الشركة المسجلة في الشطر الجنوبي المنتجات من تلك المسجلة في الجانب الشمالي بغية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية لا تعترف بها سوى أنقرة. يعتمد نموذج عملنا على شراء 50% من زيتنا في مزارع الشمال و 50% من المزارع الجنوبية. هذا يحصل للمرة الأولى منذ 40 إلى 50 سنة في قبرص، ثم نتبرع ب 10% من الأرباح. أعمالنا ترتكز على التعاون بين المجتمعين، وتعود الأرباح إلى المجتمعين. وتخصص الشركة الناشئة التي تحقق توازناً مالياً منذ إطلاقها نسبة 10% من أرباحها إلى هيئة Home for Cooperation التي توفر مركزاً لها، إلى جانب منظمة غير حكومية مؤيدة لتوحيد قبرص. ويثير المشروع بارقة أمل في أوج المراوحة الدبلوماسية في مفاوضات توحيد الجزيرة.